السلامة، مرحبا بكم. 7 أساسي اليوم إن شاء الله باش نخدمو النشاط 4 صفحة 79. لاحظ الرسم أسفله حيث دلتا ودلتا أولي مستقيمان مدرجان ومتعامدان في النقطة أو. كيف نقول متعامدين؟ يعني مكونين زاوية قائمة. قالك شوف للرسم هذايا اللي دلتا ودلتا أولي متعامدين على بعضهم، يعني مكونين زاوية قائمة. قالك كما في النشاط السابق، النشاط اللي خدمته مع بعض خدمناه مع بعضنا في الفيديو اللي فات، قالك كما في النشاط السابق تمثل كل نقطة من النقاط المعينة زوجا لعددين عشريين نسبيين. يعني كما في النشاط اللي فات قالك راهو كل نقطة من النقاط المعينة هذيك الزوج، زوج يعني زوز، باهي، لعددين عشريين نسبيين. أعداد العشرية النسبية قرينا عليه، عدد العشرية النسبية قلنا راهي هي السالبة والموجبة، سما عدد عشرية نسبية. يقرأ العدد الأول على المحور الأفقي، نقرأ العدد الأول كما تشوفوا لهنا كي في الشبكة، في الشبكة نقرأ الأفقي قبل وبعد نقرأ العمود، باهي اللي هو دلتا أول، يعني العمودي هو دلتا أولي والأفقي هو دلتا، مفهوم؟ به قالك توا مثلا زوج الإحداثيات، نسميوها زوج الإحداثيات، عطاك ترتيب النقطة وفاصلة النقطة، فاصلة النقطة اللي هي قراها على المحور الأفقي وترتيب النقطة اللي قراها على المحور العمودي. به انقل الجدول التالي واتممه بما يناسب. نفس الحكايه اللي عملتوها في النشاط اللي فات، اما مش جدول معناه. قال لك اخدم لك الاحداثيات نتاعها كما قاعدين نشوفوا. نكبر لكم الشبكه. اذا كما نلاحظ هنا في الشبكه خدم لنا النقطه ا اللي هي كل نقطه عندها الاحداثيات نتاعها. نخدمو نكرر لكم، نخدمو الافقي وبعد نخدم العمودي. بالطبع في يعني في الشبكه هذه باش نلقى اعداد موجبه واعداد سالبه، باهي. اذا هنا عندي باش نخرج انا الاحداثيات، قال لي خرج لي احداثيات النقطه ب اللي هي هذه النقطه ب، باهي. كالعاده نبدا كي نبدا نحب نخرج احداثيات ب، نقرا المحور الافقي دلتا بعد المحور العمودي. هناك هي ب هي جاتني مقابله الواحد و ب جتني مقابله الواحد، وتوا باش نقرا المحور العمودي اللي واجاني من الدلتا الاولي. عندي جي قال لي راهي ا هي واحد، نبدا واحد هي واحد، 2 3 4 5 5 مربعات وحط لي واحد كالعاده، يعني نكية كل مربع 0.2، باهي كل مربع 0.2، باهي. يعني هناكية البي جاني بعد مربع 2 3 3 مربعات وحط لي نقطة ب، هو المربع 0.2، يعني 0.2 في 3 في 3 مربعات باش يطلع لي 0.6، صحيتو. يعني عندي لهنا كيا نكتب، نحل القوس ونكتب واحد كيما تعرف تكتب الاحداثيات، باهي نقطه نقطه وفاصل وتكتب 0.6 سهله. بين تعادة ولا السي سي اللي هي النقطه دي، سي هذيك هي جاتني كما انتم خدمتوا في محور التناظر. كنت تفكروا النقطة كيف تجيني فوق المستقيم، فوق المستقيم راهي تتحسب لي اصفر. هنايا راهو مش اصفر الكل، لا 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 لا، المحور الافقي اصفر، لكن المحور العمودي هو، يعني انا توا حسبت المحور الافقي كيفما هكا، وتوا باش نحسب المحور العمودي اللي هو جاني من اللوطا، باهي. المحور العمودي هو 0.6 يعني باش نبدا اللي هو جاني من فوق المحور العمودي. اذا نحكي على الافقي يعني حاضر ما جانيش مقابل حتى نقطه، باه نبدا كالعاده عندي واحد هذيك، ونبدا من الجي ونعد واحد 1.2 1.4 1.6 كما قلنا كل مره نزيد ب 0.2، يعني وصلت 1.6 وحبست في السي، يعني سي تساوي 0.1.6، هذه تسمى احداثية. نحط فاصلة النقطة وبعد نحط ترتيب النقطة، باهي. نتعدى توا دي دي اللي هي هذه، الدي هذيك شنو باش نعمل؟
كالعادة باش نقرا المحور الأفقي اللي هو دلتا بعد المحور العمودي هو دلتا أولي. باهي نبدأ بالمحور الأفقي. المحور الأفقي اللي هو طلع لي من الجهة السالبة مش من الجهة الموجبة. باهي نبدأ نعد عندي لهنا كي واحد بأن في السالبة باش تكون إلا واحد، مش باش تكون واحد، باش تكون إلا واحد. عندي إلا واحد جاتني مقابلة للأ، لكن أنا هنكية حاسي بالنقطة عفوا دي دي جاتني من اللوطة باش نقرا الساعة الأفقي، ما نقراش العمودي الأول، راني نقرا الأفقي الأول. باهي يعني أنا باش نجي نقرا من الدلتا هذيك، هاني المستقيم مكتوب تحته دلتا دو. باهي يعني هنكية عندي إلا واحد، إلا واحد مقابل للدي بالضبط. باهي هذيك راهي تابعة المحور العمودي، لكن أنا تو باش نخدم على المحور الأفقي. حط لي إلا واحد، نبدأ نعد إلا واحد، إلا واحد فصل اثنين فصل فصل أربعة وفاصل ستة. يعني الدي هي باش نحل القوس نكتب واحد فاصل ستة نقطة فاصل وإلا واحد آيك اللي هي يعني موجودة في المحور الأفقي. نخدم توا الأو، الأو هي هذية جاتني أول حاجة. أنا باش نقرأ المحور الأفقي ومن بعد نقرأ المحور العمودي. نبدأ بالمحور الأفقي اللي هو كالروز هذيك الوردي، باش تبدأ تقرأه من الأ جتني مقابلة بعد الإف، بعد الإف معناها بعد الإف بمربع. يعني أنا باش نبدأ نعد من الواحد داك الإي هذيك، واحد فاصل اثنين فاصل أربعة فاصل ستة فاصل ثمانية أب، أنا عديت واحد فاصل ثمانية وهي جتني الأ. يعني الأ نفتح قوس واحد فاصل ثمانية نقطة فاصل. توا باش نمشي للجهة أنا خدمت توا أنا توا خدمت الأفقي تعدى العمودي، العمودي هنكية مقبل لي العمودي هي الجهة الزرقاء، هما عاملين لكم بالألوان باش تفرقوا بيناتهم معناها باش تدخلوش بعضكم. باهي إلا واحد فاصل اثنين فاصل فاصل أربعة فاصل ستة، استنى لاحظ إلا واحد فاصل اثنين فاصل أربعة فاصل ستة، أنا جتني فاصل ستة وأنا حبست في الأ، يعني الأ هي واحد فاصل ثمانية نقطة فاصل ناقص واحد فاصل ستة، خطرة هذيك الجهة سالبة بيك تنسوا، بيكم تنسوا. تعدى الإف توا، إف فين جتني إف؟ هايك الإف اللي هي في الدلتا، في الدلتا من الجهة الأفق، الأفق اللي هو الوردي، هايك إف واحد، واحد فاصل اثنين، واحد فاصل أربعة. باهي انا كالعاده ديما نبدا نعد من الافق. باهي لهنا كي ميلا نحقف ونحل قوسي ونعمل واحد فاصل اربعة ونعمل نقطة فاصل صفر. علاش؟ على خطر هي جاتني في وسط المحور الافقي هذاك. باهي عندكم انقل الرسم وعين النقاط باش تختبر روحك فهمت النشاط هذا والا لا، خدمولي السؤال ب وجاوبوني في التعليقات، مش باش نديتكتيفي الكومنتات. مرحبا بكم اي حاجه، اي واحد مش فاهم اي حاجه قولوا لي، على خاطر الفروض نتاعكم اكيد راكم تعدوا مات ولا عديتوا مات ولا قلتوا لي وفسرت لكم ولي ما زلتوا ما فسرت لكمش، تحطوا لي في لي كومونتير نجاوبكم باذن الله تعالى.